لو في مشاكل الاهلي هيقول، لكن انا اللي عامل لي حاله الدهشه دي ان الناس بتحاول تعمل توازن ما بين الانديه في الازمات. لا، الاهلي ما عندوش مشاكل، الاهلي يا جماعه ما عندوش مشاكل، الاهلي ما شاء الله لا قوه الا بالله مستقر، الاهلي مثال يجب ان يحتذى به للمؤسسه المستقره الناجحه، مثال يجب ان يحتذى به للمؤسسه المستقره الناجحه. نتعلم من الاهلي، نتعلم من اسلوب اداره النادي الاهلي على مدار الاجيال المختلفه. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي بتعكس مدى استقرار النادي الاهلي، مدى وحجم الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي. فبعد اذن حضراتكم يا جماعه، ايا كان مين اللي بيتكلم في الامور دي، مش لازم حضرتك تعمل لي توازن خالص في الازمات، مش شرط. اللي عنده مشكله عنده مشكله، اللي ما عندوش مشكله قول ده ما عندوش مشكله، ده مستقر استشهد بيه. ايه المشكله لما نستشهد بالنادي الاهلي؟ هل يا جماعه هنا احنا كده بنأفور او بنقول كلام مش حقيقي؟ لا والله، فعلا الاهلي مستقر وما عندوش اي مشاكل خالص خالص، والاستقرار اللي بينعم بيه النادي الاهلي ده مش جديد عليه، مش جديد عليه ابدا. على مدار مختلف مجالس الادارات في استقرار في النادي الاهلي، نادرا نادرا قوي لما تلاقي تسمع اصل في مشكله مش عارف ايه الكلام من ده، نادرا. طيب هل انا ممكن اقول لك اصل الاهلي ده عمر ما حصل فيه مشاكل؟ لا، اكيد مفيش حته ما فيهاش مشاكل، مفيش حته ما فيهاش مشاكل، بس انت ازاي بتقدر تحل، ازاي بتقدر تعالج، ازاي بتقدر تقفل على نفسك علشان تعدي اي عقبه ممكن تواجهك او اي ازمه او اي مشكله يعني. فدي جزئيه مهمه جدا، واتمنى ان ما يبقاش فيه كلب مكيالين وما يبقاش فيه محاوله لخلق الازمات بالنسبه للنادي الاهلي يا جماعه.